الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيتها الزكية، حياك الله وبياك، وسدد على طريق الحق خطاك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك، وأن يعيذك من همزات الشياطين، وأن يقيك شرور النفس وسيئات الأعمال. لن أخبرك بعنوان هذه الليلة، بل سأترك المجال لك أولا قبل قراءة العناصر، سأترك لك المجال حتى تعرفي عنوان هذا اللقاء. إنه عن خصلة من خصال الإيمان، من اتصفت بها حسن إسلامها وعلت أخلاقها. هل عرفتيها؟ اسمعي المزيد. من اتصفت بها هجرت المعصية خجلا من ربها وأقبلت على طاعته بوازع الحب. إنها خصلة تبعدك عن فضائح الدنيا وفضائح الآخرة، فهل عرفتها؟ إنها أصل كل شعب الإيمان، تكتوك وقارا واحتراما. هذه الخصلة دليل على كرم السجية وطيب المنبت. إنها صفة من صفات الأنبياء والصالحين والصالحات، فهل عرفتها؟ اسمعي المزيد. إنها صفة جميلة في الرجال، ولكنها في النساء أجمل. كسبها يجعل القبيح جميلا، وفقدها يجعل الجميل قبيحا. صدقيني أيتها الغالية، إذا ذهبت هذه الخصلة من المرأة فباطن الأرض خير لها من ظاهرها. صدقيني أيتها الغالية، إذا ذهبت هذه الخصلة من المرأة فباطن الأرض خير لها من ظاهرها. أظنك قد عرفتها. قال الناظم في هذه الخصلة: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي تصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. عناصر الموضوع بعد: هل عرفتيها؟ حياء في الحياة وبعد الممات، ثم الحياء لغة واصطلاحا، ثم القرآن يحدثنا عن الحياء، ثم كلام جميل، ثم مظاهر الحياء، ثم كيف قتلوا الحياء، ثم أي حياء هذا، ثم أسئلة وفتاوى، ثم أعظم الحياء، ثم صور من حيائهن. حياء في الحياة وبعد الممات. إليك هذه الصورة العظيمة
من صور الحياء والعفاف تضربها لك سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعيها، يعني فاطمة، وهي تقول وتحاور أسماء بنت عمير: يا أسماء، إني لا أستحي أن أخرج غدا على الرجال من خلال هذا النعش جسمي. وكانت النعوش عبارة عن خشبة مسطحة يوضع عليها الميت، ثم يطرح عليه الثوب فيصف حجم الجسم. وخشية الزهراء رضي الله عنها إذا هي ماتت أن تحمل على مثل هذه النعوش، فيكون ذلك خدشا في حيائها وحشمتها. قالت أسماء: أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق، ثم طرحت عليه ثوبا فكان لا يصف الجسم. فلما رأته فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء: ما أحسن هذا وأجمله، ما أحسن هذا وأجمله، سترك الله، سترك الله كما سترتني. قال ابن عبد البر: هي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. الله أكبر، الله أكبر. تريد أن تعيش عفيفة وتموت عفيفة وتحشر إلى الله وهي عفيفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، وفي حديث آخر 70 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان، والحديث في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لغة مصدر قولهم حيي، وهو مأخوذ من مادة حيي التي تدل على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. ويقال استحي هياء واحدة وأصله استحيي. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، الآية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعناه أي إذا لم تستحي من العيب، إذا لم تستحي أخيه من العيب ولم تخشي العار مما تفعليه، تفعلي ما تحدثك به النفس من حسن أو قبيح. لأن الحياء قد ذهب، فدل الحديث أخيه على أن الذي يردع الأمة عن مواقعة السوء هو الحياء. ويقال رجل حيي أي ذو حياء، ويقال امرأة حيية. والحياء أخيه جميل في الرجال، ولكنه في النساء أحلى وأجمل. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. الحياء اصطلاحا تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. ويقال خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الجلال. وقيل هو انقباض النفس عن القبائح وتركها. وقيل خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، يمتنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق. فائدة: والحيي من صفات الله عز وجل، كما في الحديث: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ويردهما صفرا. ومعناه على هذا المبالغ في الحياء. قال الفيروز أبادي: وأما حياء الرب تبارك وتعالى من عبده فنوع آخر لا تدركه ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود. فإنه تعالى كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحيي سبحانه أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. فائدة أخرى، ومما يجب أن تعلميه، أن الحياء لا يمنع من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، بل ترك ذلك، يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحياء، إنما هو عجز وخوار ومهانة. أخيه، لو ضايقك فاجر وتعرض لك هل تسكتين؟
خوف أن يقال أن فاجرا تعرض لها؟ لا، وألف لا، بل إنكارك دليل على العفة والحزم والثبات. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو لنا قدوة. فكان إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم دون غضبه شيء. تقول عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: ما رأيته غضب قط إلا أن تنتهك حرمات الله. اسمع القرآن يحدثنا عن الحياء. قال سبحانه في سورة القصص مخبرا عن موسى لما سقى للمرأتين وجلس في الظل يستريح، قال سبحانه: فجاءك على السحر إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: نجوت من القوم الظالمين. قال صاحب الظلال: جاءته تمشي على استحياء مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال على استحياء في غير تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء، جاءته لتحمل إليه رسالة في أقصر لفظ وأدلة. يحكيه القرآن بقوله: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح لا التلجلج والتعثر والربكة. أقول لكي لا يطمع الذي في قلبه مرض. قال رحمه الله: وذلك من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة. فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم، ولكنها تتحدث بوضوح وبالقدر المطلوب ولا تزيد. انتهى كلامه رحمه الله. تأملي هذه القصة، فهي في زمن قريب، ليست في الأزمان الماضية بل هي في الزمن القريب. قالت فتاة وهي تخبر عن والدتها: لا زلت أتذكر ذلك اليوم عندما أرادت أختي أن تتزوج وأصرت على والدتي أن تذهب معها إلى السوق. قالت لها، يعني أختي تقول لوالدتي: سنذهب إلى عدد محدود من المحلات، لن نمكث سوى نصف ساعة أو تزيد قليلا. وبعد إلحاح وإصرار وافقت أمي على تردد. جاء ذلك اليوم الذي ذهبنا فيه، احمر وجه أمي وهي امرأة كبيرة وتثاقلت خطواتها وكأنها تساق إلى الموت، تفقدت عباءتها وكيف تسير، سال منها العرق واقشعر جلدها ويبث لسانها، وأخذنا ما نراه بضحكة خافتة وابتسامة عريضة. لم يفطر لسانها طوال الطريق من الدعاء والتسبيح والتهليل. وعندما دلتنا إلى بائع الأقمشة سألته أختي: بكم هذا؟ توجه الحديث نحو والدتي ومد يده نحوها بقطعة القماش. خرجت والدتي وهربت من المحل وتبعتها أختي. فقالت أمي باكية: لا أقبل أن أحادث الرجال أو أن يقتربوا مني. خرجت ولم تعد مرة أخرى، إنها المرة الأولى والأخيرة. رحمها الله ماتت ومات الحياء معها، ودفن العفاف في قبرها. ما دخلت سوقا ولا حادثت رجلا أجنبيا، وما ضرها ذلك شيئا، وما نقص من منزلتها قدرا، بل كانت ملء السمع والبصر، تقدير من الجميع ومحبة من الصغير والكبير، الكل يبحث عن رضاها ويلبي حاجتها. رحمها الله لم تفكر في حذاء أو فستان، ولم تعرف الموضة والأزياء، ولكنها نظرت بعيدا بعيدا، فعمرت القبر وبنت الدار. كان وقتها صلاح وطاعة، صيام وعبادة. رحمها الله رحلت ورحل الحياء معها. عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. كلام جميل. قال ابن القيم رحمه الله: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية. فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية
إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق، يعني الحياء، ولولا هذا الخلق لم يكرم الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى المرء الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولولا الحياء أخيه لم تستر عورة، ولم يمتنع عن فاحشة، ولولا الحياء أخيه لم تفعل الواجبات وتترك المحرمات، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصر رحما، ولم يبر والدا. فالحياء من خلق الصالحات، أما العاصيات فلا حياء لهن، لأن المعاصي تذهب الحياء، كما قال ابن القيم رحمه الله: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه يعني ذهاب الحياء، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فقد جاء في الحديث الصحيح: الحياء خير كله. والمقصود أخيه أن الذنوب تضعف الحياء من العبد والأمل، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى ربما إنه لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير وكثيرات يخبرن عن حالهن وقبيح أفعالهن. والحامل على ذلك ذهاب الحياء، ذهاب الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإذا وصل العبد والأمة إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه وصلاحها مطمع. أخيه، ومن لا حياء فيها ميتة في الدنيا شقية في الآخرة، ومن استحت من الله عند معصيته استحى الله من عقوبتها يوم تلقاه، ومن لم تستحي من الله عند معصيته لم يستحي الله من عقوبتها. قال ابن القيم في مظاهر الحياء، قال: للحياء 10 مظاهر. أولا حياء الجناية، فمنه حياء آدم عليه السلام يوم فر هاربا في الجنة، قال له الله تبارك وتعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربي، بل حياء منك. ثانيا حياء التقصير، كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة استحوا وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثالثا حياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة الأمة بربها يكون حياؤها منه. رابعا حياء الكرم، كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفوا. خامسا حياء الحشمة، كحياء المرأة أن تسأل عن أمور خاصة بها. سادسا حياء الاستحقار، كحياء الأمة من ربها حين تسأل حوائجها احتقارا لشأن نفسها واستصغارا لها. ولهذا الحياء سببان: أولهما استعظام الأمة ذنوبها وخطاياها، ثانيها استعظام المسؤول تبارك وتعالى. سابعا حياء المحبة، وهو حياء المحب من محبوبه. ثامنا حياء العبودية، وهو حياء ممتزج من محبة وخوف. تاسعا حياء الشرف والعزة، وهو حياء النفوس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان. عاشرا حياء الأمة من نفسها، وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون. وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن التي تستحي من نفسها فهي أجدر بأن تستحي من غيرها. كيف قتلوا الحياء؟ نعم أخيه، كيف قتلوا الحياء؟ لم يقتلوه مباشرة ومن أول طعنة، ولكن طعنوه طعنا وخطوا لتحقيق ذلك خطوات. قالوا لها: لا تخلع الحجاب، ولكن أخرج العينين حتى لا تسقطي في حفر الطريق. ثم قالوا لها: لا بأس من كشف الوجه واليدين، والدين يسر وليس بعسر. لا عليك، فحجاب المرأة الحقيقي في قلبها وليس في وجهها. ثم قالوا:
لماذا هذا السواد؟ لماذا هذا السواد فوق الثياب؟ لماذا لا تلبسين العباءة المزركشة والمزخرفة؟ ماذا سيحدث لو تغيرت الألوان؟ ثم قالوا إنك لا تستطيعين حرية المشي في الطريق، الثوب ضيق من الأسفل، الحل سهل، اجعلي لثوبك فتحة من الأسفل. ثم قالوا لماذا السواد أصلا؟ البسي ملونا، ولكن إياك والتبرج. ولم يزالوا يطعن الحياء طعنة بعد طعنة حتى قصرت الثياب وخلع الحجاب وفتحت الأبواب وطار الشعر واختلطت المرأة بالرجل باسم التطور والحضارة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أي حياء هذا؟ إليك أيتها الغالية بعض الصور التي نراها والتي تبين أن الحياء قد رحل. فتاة مسلمة في أحد المحلات ممسكة بملابس داخلية والبائع أمامها وهي تقول له أريد أصغر من هذا، أي حياء هذا؟ وأخرى تحجبت حجابا براقا وأرسلت خصلتين من مقدم شعرها ليراها من يراها وكأنها لا تدري، أي حياء هذا؟ تحت العباءة الكل يلاحظ البنطال الضيق والواسعة أحيانا، كلما تحركت ظهر ما تخفيه، أي حياء هذا؟ تمر من جانب الرجال وقد أفرغت نصف زجاجة عطر على ثيابها قبل أن تخرج، أي حياء هذا؟ يمر عليها الشباب يقولون لها كلمة إعجاب وهي فرحة بذلك، ما علمت المسكينة أن هؤلاء هم شباب بانكوك، شباب الإيد والهربس، لا يريدون منها إلا جسدها، ولو أرادها مصونة عفيفة لطرق البيت من بابه. ثم هي تتبسم، أي حياء هذا؟ في مكان العمل حيث الاختلاط يأتيها زميلها في العمل كما تقول ويجلس على طاولتها يسأل عن أخبارها، ثم هي تذهب إلى مكتبه وتجلس على طاولته وتسأل عن أخباره، أي حياء هذا؟ أفيقي أخي وقولي دعوني فإني أريد حيائي، دعوني فإني أبية، أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بشبابي، تريدون أن أخلع حيائي وأخرج ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب فتنهشني وأنا حية، أفيقي أخي يريدون هدم صروح الفضيلة، يريدون قتل المعاني الجميلة، يريدون وأدك والنفس حية، قولي بعالي الصوت اخرسوا أيها الأدعياء، فأنا لست أقبل هذا الهراء، أنا لست أقبل غير تعاليم ديني، أنا لست أقبل غير تعاليم ديني، ففيها النجاة وفيها الحياة وفيها السعادة حتى الممات، أفيقي أخي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال عمر رضي الله عنه من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. وقيل لابن عبد العزيز عمر إذا ذهب الحياء ذهب نصف الدين، قال لا بل إذا ذهب الحياء ذهب الدين كله، إذا ذهب الحياء أخي ذهب الدين كله. أسئلة وفتاوى. سائل يسأل ويقول هل يجوز للفتاة العمل في مكان مختلط
مع الرجال علما بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان. أجاب شيخنا محمد بن عثيمين حفظه الله ومد في عمره، الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية، فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء، تأمل الكلام، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة من الرجال، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجال من النساء ولا حياء عند النساء من الرجال. السؤال الثاني: حكم النظر إلى النساء في التلفاز، ما حكم النظر للمرأة الأجنبية بالنسبة للرجل والنظر للرجل بالنسبة للمرأة أثناء مشاهدة التلفاز؟ أجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز، لأن الغالب على من يظهر في التلفاز من النساء التبرج وكشف العورة، ومن الرجال أن يكون مثال الزينة والجمال، وذلك مثار فتنة وفساد في أكثر الأحيان. السؤال الثالث: هناك تساهل من بعض الناس في الكلام مع المرأة الأجنبية، فمثلا إذا جاء رجل إلى بيت صديقه ولم يجده تقوم الزوجة بالتكلم مع هذا الرجل القادم صديق زوجها، وتفتح المجلس وتضع القهوة والشاي له، فهل هذا يجوز علما أنه لا يوجد في البيت سوى هذه الزوجة؟ أجاب الشيخ ابن جبرين حفظه الله ومد في عمره: لا يجوز للمرأة أن تأذن لأجنبي في بيت زوجها حال غيبته، ولو كان صديقا لزوجها، ولو كان أمينا أو موثوقا، فإن في هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد ورد في الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما يحرم على الرجل أن يطلب من امرأة صديقه أن تدخله وأن تقوم بخدمته ولو وثق من نفسه بالأمانة والديانة مخافة أن يوسوس له الشيطان ويدخل بينهما. ويجب على الزوج أن يحذر امرأته من إدخال أحد من الأجانب في البيت ولو كان من أقاربه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو أخيه، هو أخ الزوج أو قريبه، فغيره بطريق الأولى. السؤال الأخير: حكم مصافحة غير المحارم، يلجأ بعض الرجال إلى مصافحة بعض النساء القريبات وهن لسن محارم له، ولكن عن طريق قرابة وجيران، فما حكم ذلك؟ وهل يكفي لو تضع المرأة على يدها قطعة قماش لغرض التستر؟ أجابت اللجنة الدائمة: لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولو وضعت سرقة على يدها عند المصافحة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعظم الحياء، إن أعظم الحياء أخيه هو الحياء من الله، ويتولد ذلك من التقلب في نعمه، فتستحي الأمة أن تستعين بتلك النعم على معصيته. في حديث ابن مسعود عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. نعم أيتها الغالية، حتى تكوني صاحبة حياة فلا بد أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني لا نظر إلى محرم، ولا سماع إلى محرم، ولا كلام في محرم، بل ولا التفكير في محرم. ولا بد أن تحفظي البطن وما حوى، يعني لا تأكلي ولا تدخلي البطن إلا حلال،
ومن ذلك حفظ الفرج عن الحرام، وصاحبة الحياة ترغب فيما عند الله وتعمل في رضاه، ولا تلهيها الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة. قال أحد السلف: إني لا أستحيي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه. وقال آخر: خف من الله على قدر قدرته عليك، واستحيي منه على قدر قربه منك. قال سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جاء في الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما استحييت مني، يعني إذا استحيت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب دلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وجاء في أثر آخر يقول الرب عز وجل: ما أنصفني عبدي، يدعوني عبدي فأستحي أن أرده، ويعصيني ولا يستحي مني. قال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. وما أجمل قول التي قالت: فليقول عن حجابي: لا وربي لن أبالي، قد حماني فيه ديني وحباني بالجلال، دينتي دوما حيائي واحتشامي هو مالي، ألا أني أتولى عن متاعي لزوالي، لامني الناس كأني أطلب السوء لحالي، كم لمحت اللوم منهم في حديث أو سؤالي. عن سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل كما تستحيي رجلا من صالح قومه. أخيرا، ها قد وصلنا إلى النهاية، فإليك صور من حيائهم. أخي، أغمضي عينيك برهة واسمعي هذا القول العظيم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تقول عن نفسها: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه معهما، والله ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. افتحي عينيك أخي وقولي: يا سبحان الله، تستحي من الميت الذي في التراب وهو شهيد المحراب، إذن لماذا لا تستحي كثيرات من النساء اليوم من الأحياء؟ لماذا تركب الأمة مع السائق وحدها بدون حياء؟ لماذا تخرج الأمة إلى السوق بلا حاجة بدون حياء؟ لماذا تخالط الأمة الرجال في كل مكان بدون حياء؟ لماذا تلبس الأمة الضيق والقصير بدون حياء؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء يعني الفحش، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. مر عمر، إليك خبر آخر، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض طرق المدينة، فسمع امرأة تقول: دعتني النفس بعد خروج عمرو إلى اللذات فاطلعت سلاعا، فقلت لها: عجلت فلن تطاعي، ولو طالت إقامته رباعا، أحاذر إن أطعتك سب نفسي ومخزاة تجللني قناعا. فقال عمر: وأذي بالمرأة، أي شيء منعك؟ قالت: واسمعي ما قالت. قالت: منعني الحياء وإكرام عرضي. فقال عمر رضي الله عنه: إن الحياء ليدل على هناة ذات ألوان، من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقي. وكتب عمر إلى زوجها فأرجعه إليها. نعم أيتها الغالية، الحياء لا يأتي إلا بخير، وإذا ذهب الحياء ذهب الدين كله. قال صالح بن جناح: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه،
ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وقال بعض العرب: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. قال سبحانه: يا بني آدم، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاتق الله، فاتق الله أمة الله، واستحي من الله حق الحياء. ومما يعينك على ذلك علمك بمراقبة الله، بمراقبة الله لك في كل حين، وأنه في كل مكان يسمعك ويراك. دخل موسى وهارون على فرعون فقال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال سبحانه: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فاستشعري هذا المعنى العظيم. ومما يعينك على الحياة النظر في نعم الله التي أسبغها عليك ظاهرة وباطنة. فمن حقه أن تشكريه ولا تكفريه، وأن تذكريه ولا تنسيه، وأن تطيعيه ولا تعصيه، ولا تستعيني بنعمه على معاصيه. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهن تقيات نقيات خفيات. اللهم أعنهن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبل توبة التائبات، واغفر ذنب المذنبات، واقبل عمل الصالحات، وهب المسيئين وهب المسيئات منهن للمحسنات. اللهم عاملهن بما أنت أهله، ولا تعاملهن بما هن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.